لأن الله عادل ما جعل السعادة مرتبطة بالمال أو الجمال أو المكانة الاجتماعية، لأن الله عادل جعل السعادة بيد الإنسان. فإن رضيت بما قسمته لك أرحت عقلك وبدنك. السعادة برضا، بس وين المشكلة؟ الله سبحانه يقول ولا تمدن عينيك وانت 24 ساعة عيونك باللي بيد الناس. الله معطيك حياة، مشغول بحياة غيرك ليش؟ اللي تشوفه غني بالمال انت غني بالصحة والعافية، اللي تشوفه غني بالمكانة الاجتماعية انت غني بالراحة والأخلاق. هي نسبة وتناسب، كلنا أغنياء طالما ان احنا على قيد الحياة. هل تشك ان الله مو عادل وهو أرحم الراحمين؟ حلوة الدنيا باطمئنان تعيش براحة يا إنسان، لأن فيها رضا الرحمن تطمئن.